أن يكون هناك سرد تاريخي يعني كيف تم إنشاء المغرب الكبير الذي نتحدث عنه اليوم. يعني أنه فكرة ليست وليدة اللحظة، ولكن أظن منذ سنة 1958 والأمل يراود الجميع من أجل إنشاء يعني قطب واحد وإنشاء يعني سوق مشتركة بين دول المغرب الكبير، وكذلك يعني كي يكون هناك تقاسم لمجموعة من الهموم وكذلك حل مجموعة من المشاكل. ولكن أظن بأنه يعني الفكرة تجسدت بشكل كبير في 17 فبراير من سنة 1989 حين تم إنشاء هذا المغرب الكبير، ولاحظنا بأنه كانت هناك يعني إرادة قوية من أجل إنشاء مجموعة من المؤسسات على المستوى الثقافي، على المستوى الاجتماعي، على المستوى الاقتصادي. وعندما نتحدث عن المستوى الاقتصادي يعني مجال يعني المبادلات التجارية، المجال المصرفي، يعني تم التفكير في مجموعة من النقاط بشكل دقيق. وأظن بأنه يعني قبل الخوض كذلك في هذا الموضوع يجب أن نستعرض بأنه هناك مجموعة من يعني ملامح التشابه ومجموعة من ملامح يعني التكامل الاقتصادي بين هذه دول هذه المنطقة، ولكن لحدود الساعة ليس هناك استغلال للأسف. أظن بأنه أول مسألة يجب الحديث عنها بأنه اليوم مساحة المغرب الكبير يعني تقريبا هي 6 ملايين كيلومتر مربع، يعني وهي تمثل تقريبا 42% من مساحة الوطن العربي. يعني الامتداد البحري يعني على ضفتين يصل إلى أكثر من 3500 كيلومتر. لا ننسى بأنه المساحة يعني الصالحة للزراعة في دول المنطقة يعني يشكل تقريبا 100,000 كيلومتر مربع، وهي مساحة مهمة. إضافة إلى أنه هناك نقطة يجب التوقف عندها يعني بشكل كبير وكبير جدا، وأنه يعني دول المنطقة يعني عندما نتحدث مثلا عن الجزائر تمتلك النفط وكذلك الغاز، تقريبا يمكن الحديث بأنه اليوم في المجال الإفريقي اليوم أو على مستوى العالم الجزائر تحتل المرتبة الثالثة من حيث يعني ما تتوفر عليه من الغاز، كذلك ثروات نفطية كبيرة. عندما نتحدث عن دولة ليبيا نقول بأنها يعني دولة تمتلك بحر من النفط لأنها يعني إمكانيات كبيرة وكبيرة جدا. عندما نتحدث عن المغرب يعني المعادن التي يتوفر عليها يعني الفوسفات، ونفس الشيء يعني اليوم تونس رغم صغر يعني مساحتها ولكن لها اكتفاء بالجانب يعني النفط وكذلك الغاز، إضافة إلى موريتانيا وما تمتلكه حتى هي من يعني إمكانيات في مجال البترول. لا ننسى وهذا جد مهم بأن هناك معادن أخرى، يعني عندما نتحدث عن الجزائر هناك الحديد، هناك الزنك، هناك كذلك الذهب والماس، يعني أن هناك مجموعة من فرص التكامل بين جميع الدول. ولكن يجب أن نستعرض نقاط جد مهمة بأنه يعني لحدود الساعة يعني المبادلات التجارية البينية أو العلاقات البينية بين دول المنطقة لا تشكل سوى 5% للأسف. هناك فرص ضائعة بالنسبة للمغرب وكذلك الجزائر، يعني أنه العلاقات يعني التجارة البينية لا تتعدى يعني 3%. أكثر من هذا اليوم يعني عندما نتحدث عن الناتج الداخلي الخام هو تقريبا بين 360 مليار دولار و 400 مليار دولار، يعني أنه اليوم يعني الفرص التي يعني هي لن أقول ضائعة أو أنه لم يتم التفكير فيها بشكل إيجابي، يعني كان ممكن أن توفر لنا نسب شغل تشغيل تصل إلى أكثر من 20%. كان يمكن أنه تكون هناك يعني دخل الفرد الواحد أنها تصل إلى 4000 دولار للفرد. أظن بأنه اليوم يعني ما تتوفر عليه دول المغرب الكبير هي كبيرة وكبيرة جدا. نعم. كانت سوف تعفينا من أنه يكون هناك يعني استيراد لمجموعة من المواد، يعني مجموعة من المنتجات كان يمكن أن تجعلنا
قوة كبيرة من أجل يعني في المبادرات التجارية، أنه عند إبرام أي عقد أن نكون يعني مجتمعين، أن تكون هناك قوة ضاغطة من أجل فرض شروطنا. نعم.